بابا. بمناسبة عيد الأم حبينا نسأل طلاب كلية الطب كم من سؤال، رح نلف عليهم ونشوف أجوبتهم، خليكم معنا لآخر الفيديو. اسمي عز الدين جميل رمزي من دفعة وريد سنة ثانية. نور خوالدة دفعة وريد. أنا أحمد الرسان من دفعة حياة. بدر باشي من دفعة وريد. محمد العجو من دفعة وريد. اسمي هنادي من دفعة حياة. أوهو كتير. أعمل مع كورونا. أدرس معني بدرس والله، علامات عالية الحمد لله. أداوم على الجامعة لأني بصحى نعساني برجع بنام، تطلب مني أداوم. إيه ما تطلبش مني إشي. بس لا مش علي، أنا طالب طب خلص بس بدرس. بشكل عام اللي هو الترتيب والاهتمام بالبيت والغرفة وزي هيك. المقلوبة اللي فيها الحمص شو اسمها؟ قدرة؟ لا القدرة ملفوف طقوش. صينية بامية وعملتها على التوجيهي وحردت. مقلوبة 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 دائما مقلوبة. ملوخية. شو اسمه زهرة بحبهاش. لا بس أبوي. واي اكل بحب ابوي يعني هي بتتعمد تعملها اصلا يعني. بشكل عام الالتزام انه ما في إشي بوقفني عن دراستي، يعني شو ما كان بعرف اعمل بالانس دائما وادرس. برد عليها اكثر من اخواني، بضل اتزانخ عليها فهي بتنبسط يعني، بتعمل حالها زعلانه بس بتكون مبسوطه. انه برد بسرعه. لما اكل ومجليش بروتي صلاه. أكيد أنا. هلا هي مش غرور يعني، هو غرور أنا وأخوي الصغير. الكبير اللي بدرس وبيشتغل وبوكل يعني بتحط شروط طبعا، فحسب اللي ملتزم فترات وفترات، اللي ملتزم له المحبة الأكبر. الأكبر نقدر نحكي أكيد أكبر بكير. عيد ميلادها بخمسة عشرة شهر ستة، شهر خمسة ستة إيش ستة؟ اعملوا كات هذا بديش أنزل. أمي مش يعني أنت أكبر من إني أعرف عيد ميلادك يعني، المهم شهر ستة علاقتنا أكبر من هيك، بس تحطيهاش ماشي؟ المهم ستة ستة هذا بشهر عشرة بواحد وعشرين عشرة 24/4 تاريخها حلو زيها. لا هي مقدمت لي كثير أشياء بكفي. وجودها بكفيني. أنا بالنسبة لي وجودها هو أكبر هدية، ما في أي شيء. أحلى هدية هي أحلى هدية. وأنت تهديها يا أنا أحلى هدية. وجودها. إنه هي أمي. تعال الغدا. يا غص بالكم. ويا ريتكم زي أخوكم الكبير. زيح من طريق ساعاتي. خاصة في المطبخ. مغلق حالي. الو الحمد لله. طبعا اشتقت لكلنا. حابه اقول لك كل عام وانت بخير بمناسبه عيد الام، واني بحبك كثير كثير كثير، وشكرا لوجودك بحياتي. حبيبي بحبك انا. يسعدك وعندنا يسعدك حبيبتي ماما. انت رفيقتي يما. انت حبيبتي يما. رفيقة عمري حبيبتي ماما. شفتي اخوي البيبي اللي حكيت لك اكثر شيء بتحبه انا وياه؟ راح يفصل على الفاضي يعني. ارن اخي ورا. طيب يلا كويس هيك يعني، هيك انا رضيت عليك يعني، فحبيت احكي لك كل عام وانتم بخير. خليل مش احسن مني. انت بخير يا رب. ليش عيد امي اليوم؟ ناس قالوا لي تعال احكي لامك كل عام وانتم بخير. قلت لهم بديش، قلت لهم بديش، بس حكيت حسب الطبخه يعني. لا اخي ورا كثرت لك انت مالك. تعملي لي صحن زي صحن اخوي الكبير وابوي كمان، هو الاثنين عندي بس. جنب 20 ليره. هسه سالوني شو 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 يعني اكثر اكبر هديه ممكن تقدمها لامك؟ قلت لهم انا اكبر هديه ولا انا غلطان؟ والله يا ايش والله انا بشبه ميكس. لا هو احلى ما هو احلى منه. الله يخلي لي اياك يا امه، وتصير تحبيني زي ثايا. وانا امبارح بدي اشوفه كيف بالبيت بتعمل فيه. شو بعمل فيكي بالبيت؟ طيب ماشي نتفاهم بعدين. احكي لك كل عام وانت بألف خير بمناسبة عيد الأم. أعطيك ألف عافية يا رب، ما قصرتي. أشكرك يعني على وجودك معنا وعلى مساعدتك لنا. أعطيك ألف عافية يا رب. كل عام وانت بخير يا رب. بالنسبة لنا أكيد كل يوم بالسنة هو يوم الأم،
تبهوا عليهم كثير منيح واحرصوا على رضاهم، الله يخلي لنا اياهم ويطول بعمرهم يا رب. هيك نكون خلصنا فقرة اليوم، شو راضي تطلع؟ هيك نكون خلصنا فقرة اليوم وهينا مروحين والجو كثير حلو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، اعطونا رايكم تحت. امي 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 نبض قلبي نبع الحنان.